اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. برحب بحضرتك سيادة اللواء، مساء الخير يا فندم. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير لكم جميعا. أهلا بحضرتك. تعقيب حضرتك بقى على التصنيف المصري في يعني التقرير اللي ظهر مؤخرا لمنظمة جلوبال فاير باور. أولا نحن جميعا نحمد الله أولا ونفخر بقواتنا المسلحة اللي هي بتنبثق من شعب مصر، أبنائها الحقيقة من قراها ومن مدنها، وهذا الجيش بيفخر دائما أنه ليس طبقيا وليس طائفيا وليس متحزبا، ولكنه جيش ينتمي انتماء الأصيل لشعب مصر وأرض مصر. القوات المسلحة المصرية أو جيش مصر على مر التاريخ كان سند لبلده وكان سند لشعبه، وكان دائما هو سبب قوة مصر، وهو كما تعلموا جميعا أنه في العصر الفرعوني الحديث كانت مصر إمبراطورية بفضل الجيش المصري، وكانت أيضا في العصر الحديث في أيام محمد علي كانت مصر إمبراطورية بفضل جيشها. وهي الحقيقة عندما قامت ثورة 23 يوليو بواسطة الجيش أيدها الشعب، وعندما قامت أيضا ثورة الشعب في يناير 2011 القوات المسلحة أعلنت تأييدها للشعب، وأعلنت أن هو لما كان يعني بيفكروا في موقفها قالت أن سلاحها لن يوجه أبدا إلى شعب مصر، ولكن سلاحها لحماية هذا الشعب، وأعلنت في بيانها الأولاني أنها شعب تقف مع مطالب الشعب وتؤيد. ثم كانت الحقيقة ثورة 30 يونيو هي شعب وجيش، والحقيقة قواتنا المسلحة طالما كانت هي بتتبادل الحب والثقة مع شعب مصر، ويمكن في الأيام السنوات الأخيرة كانت بتواجه الإرهاب في عمليات حق الشهيد الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ثم عمليات سيناء 2018 اللي آخرها كان البيان 30 اللي يوضح كيف تسيطر القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى على كل نواحي الإرهاب، وأنها بفضل الله سبحانه وتعالى حققت الأمن والأمان لأهل سيناء، وكانت بتعيش الأيام أهل سيناء الأيام دي بطريقة طبيعية في مدنها وقراها. القوات المسلحة المصرية بتهتم طول عمرها، لها تقاليدها ولها يعني ملامحها الخاصة، وهي تقاليدها دي توارثتها الأجيال وقيمها توارثتها الأجيال. وعايز أقول إن هو منذ القدم أخذ العالم كله من القوات المسلحة يعني عقائد عسكرية متعددة. القوات المسلحة المصرية أول من أنتج العرب الحربية من معاصر رمسيس اللي هي تحت نفس المسمى، وهي أيضا القوات المسلحة اللي هي يعني كانت صاحبة السبق في تنفيذ استراتيجيات متعددة بتنفذ في الحروب سواء زي الضربات المسبقة أو زي الاقتراب الغير مباشر وخلافه. احنا فعلا انجازات جيشنا الحقيقه سياده اللواء يعني بتتحدث عن نفسها، يعني نعم في يعني نعم يعني التاريخ، تاريخ جيشنا طول الوقت الحقيقه يعني هو بيتكلم عن نفسه بالفعل وبيأكد قوته على مستوى العالم والقياده السياسيه والتنوع حتى في مصادر السلاح خلال الفتره اللي فاتت. يعني نعم ده حقيقة، والحاجة اللي أحب أأكد عليها عشان الحقائق دي العالم كله احتاجها في تشارك في الحرب العالمية الأولى، ويمكن شاركت في الحرب العالمية الأولى بحجم كبير جدا من القوات، واستشهد من أبنائها في كل البلاد اللي حربت فيها زي فرنسا وزي يعني قبرص وزي يعني في أماكن متعددة. بالفعل يمكن سيادة اللواء لو قعدنا نتكلم الحقيقة عن إنجازات جيشنا، يعني لو فضلنا نتكلم عن إنجازات جيشنا على مر التاريخ الحقيقة يمكن هنحتاج أكتر من حلقة كاملة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على التعقيب سيادة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان.